الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أتشرف أن أنقل لكم اليوم لقاء تحت عنوان عاد لينتقم كلاكيت تاني مرة، ما بين النجم نجم تحالف إيجيبت وورجازم، وما بين سيزر نجم تحالف إيجيبت نايتس. هنشوف النهاردة استراتيجية جديدة جدا أول مرة أشوفها يلعب بها نجمنا وورجازم، وأستأذنكم أن أنا هنقل اللقاء النهاردة من منظور وورجازم. وورجازم بالرغم من انه بيلعب دبابات الا انه منزل برج المدى الطويل، وسيزر معروف انه بيلعب بخطة الابراج، ابراج السلام صرف. سيزر هنا دخل في العمق بشكل غريب جدا وخدمه في الموضوع دوت الابراج، لكن رجم الخيمة بتاعته في العمق طبعا فقدها تماما لان الدبابة العروسة طالعة. وورجازم هنا يعمل حركة جميلة جدا، يرمي اللبوسة على الموانع الخرسانية المطورة بشدة، ولكن سيزر هنا نازل بتقله، عنده كروت ضرب من بعيد قوية جدا تكاد تجهز على البنكر ويلحق الموانع بموانع تانية. موقف وورجازم هنا صعب جدا، ولكن لسه اللقاء فيه كلام، الأبراج طالعة قدام، سيزر مسيطر على اللقاء، قنابل ضرب من بعيد، وانا بكلمكم كان خلاص خلص على البنكر الاول. لقاء صعب باين من اوله ان خلاص الموضوع منتهي لصالح سيزر. ما خبيش عليكم يا جماعة، انا لو مكان وورجازم اقفل اللقاء وخلاص واروح اعمل لي كوباية شاي، لكن النهاردة احنا ايه ده في مهندس شغال ورا. حركة حلوة، دي حركة حلوة هنشوف تبعاتها بعدين. الدبابة يا عيني تطلع من نقرة تقع في ضحديرة مش عارفة تتحرك. سيزر هنا اللقاء بالنسبة له صعب، آسف وورجازم اللقاء بالنسبة له صعب. ينزل هنا ببرج الإمداد يخليه يتنفس شوية. برضو سيزر ماشي بالموضوع الأبراج. أوبا، ده بيضرب البيز الرئيسي، ده بيلعب بخطة نابليون النهاردة. سيزر بيلعب بخطة نابليون وعايز يخلص، وبالفعل شغال ضرب في البيز. ده البيز هيروح ولا ايه؟ يا خبر ابيض، النهارده اللقاء ممكن يخلص 5. اوبا اوبا اوبا، ده تبقى حاجه ولا في الاحلام. وورجازم يقدر ياخد البرج من سيزر، حركه حلوه. البرج يروح، الدبابه رايحه سكتها سالكه، وراها فرق الكوماندوز. سيزر ينزل برج تاني، ايه الزهق ده؟ حاجه تزهق بصراحه. الدبابه راحه، لكن حلوه قوي الحركه دي، برج صاروخ العفريت يخلي العساكر ترجع لورا. وورجازم يفقد، آسف سيزر يفقد الذراع الطولية بتاعته وما يقدرش يطول من بعيد، يضطر يرمي المدافع والكروت اللي كان بيستخدمها لهدم المباني، يضطر يرميها على العروسة اللي أصبحت خطر عليه. ورا المهندسين شغالين، عاش يا رجالة، خلاص البنكر ده تقريبا كده راح، بالفعل راح، عاش. هنا سيزر يبدأ يغير الاستراتيجية بتاعته ويحاول شوية ان هو يوقف الدبابة اللي رايحة ديت، لان سيزر ما عندوش حديد كويس يقدر يقف قصادها، مجرد موانع. الرجالة بترجع كده لورا شوية من العساكر والمقنابل، العروسة واقفة مزنوقة. سيزر ينزل بالبرج التاني، والناحية التانية وورجازم شغال برج امداد، حركة حلوة قوي. لو مسك البيت ده مشكلة، بالظبط كده، مسك البيت دوت هيطول تاني البيز الرئيسي، شايفين يا جماعة؟ نازل ضرب على البيز الرئيسي، اوبا البنكر باستر نزل، والقنابل العنقودية والمدافع طويلة المدى، يا الله يا الله، الموقف صعب جدا، لازم له دفعة تانية عشان ينهي البيز. لكن سيزر، لكن وورجازم يبدأ، بتلخبط بالاسم يا جماعة معلش، وورجازم يبدأ ياخد باله من الموضوع دوت، بعت فرق الكوماندوس حلوة أوي للسيطرة على المنزل ده، المنزل دوت ليه قيمة استراتيجية عالية جدا. سيزر ياخد باله يرمي وراه الخيمة علشان لازم ياخد البيت ده بأي شكل. أبراج ضد أبراج، مدى ضد مدى. سيزر ياخد باله ويبدأ يفرتك البرج ده اللي عامل له مشاكل، لكن فرق الكوماندوس قدرت توصل ومأمنة السكة حلوة أوي للعروسة. يبدأ سيزر هنا ينزل على العربية الأتاري يحاول يفضي الدنيا، لكن يلحقه وورجازم بالصاروخ العفريت. الله الله الله، وورجازم بدأ يضرب المرة دي، اليوم نغزوهم ولا يغزونا، عاش. يضرب البنكر باستر، الوقت الإضافي خلاص يا جماعة كده، خلاص دلوقتي الغلطة بفورة،
خلاص كده البنكر فقد السيطرة، وسيزر يبدأ هنا ينزل عساكر زؤل. ولكن بعد ايه يا سيزر؟ خلاص عاش رجال لقاء جميل جدا جدا جدا، وورجازم يخلص اللقاء، سيزر تخونه حساباته والحسبة بتاعته ما تطلعش مظبوطة. ما ينفعش مع شخص مع حساب تقيل زي حساب وورجازم ان انت تلعب معاه بخطة نابليون ديت، ما تنفعش تلعب بيها مع الناس التقيلة دي. عاش رجالة، ونتمنى نشوف لكم لقاءات تانية. عاش جدا، لقاء جميل، لقاء يتدرس في الفنون العسكرية. كان معكم أم أبو العافية من قطاع الأخبار الحربية.